احلى بقى الفقرات واحلى الاماكن في رحلتنا اللي بحبهم مطبخنا الحلو جدا ده. طبعا انا عايزه اقول حاجه لكل المشاهدين بتوعنا، احنا كل مره في كل رحله يعني بنعمل طبخه بسيطه جدا عشان انتوا كمان تعرفوا تجربوها في البيت، والحاجات بتاعتنا بتبقى سهله جدا جدا جدا. جوعتوا؟ بذمتكم جوعتوا؟ طب انتوا بتساعدوا ماما في المطبخ ولا مش دايما؟ لا بنساعدها. انت بتساعديها يا رودي؟ تعرفي تعملي ايه؟ انا مش بعرف سلطه وحاجات كتير. سلطه وحاجات كتير، اوكي. وانت؟ مش بعرف. مش بتعرف؟ طب ايه رايك اعلمك حاجه لذيذه جدا تساعد بيها مامي؟ ايه رايكم؟ طيب احنا النهارده عندنا سلطه جرجير اللي هي مفيده قوي 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 ولذيذه قوي قوي قوي، وعندنا عصير برتقال اللي هو مهم جدا جدا في الشتاء. الاستاذ ادم والاستاذ نور هيعملوا لنا العصير، والاستاذه رودينا والاستاذ ريان، ايوه من عارفه، هم اللي هيعملوا لنا السلطه الحلوه بتاعتنا. قبل اي حاجه انا عايزه اقول لكم ان احنا النهارده هنعمل سلطه الجرجير. الجرجير بتاعنا بقى يا اولاد احب اقول لكم ان احنا لو عايزينه دايما يبقى فريش، مهم جدا 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 الحاجات الخضراء ان احنا نجيبها نغسلها كويس قوي 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 قوي، ونحطها في فوطه مبلوله ونحطها في الثلاجه لو احنا عايزينها تفضل فريش اطول وقت ممكن، ممكن تقعد معانا كذا يوم كاننا لسه جايبينها بالظبط، وده اللي حاصل مع الجرجير بتاعنا. طبعا احنا غسلنا ايدينا وهنبتدي بقى على طول نعمل ايه، نحط المكونات على بعض. انا هسيبكم انتوا تحطوا مكونات على بعض وهنروح نشوف عصير بقى البرتقال بيتعمل ازاي. يا اساتذه عصير البرتقال مهم في الشتاء ليه؟ مهم جدا ان احنا ناخد حاجات فيها فيتامين سي، وخاصه في الشتاء فصل الامراض. استنى انت تصب الليمون عشان احنا هنعمل برتقال وليمون، فيتامين سي وفيتامين سي، وانت تصب الايه برتقال. نشوف هنا بقى السلطه الاول. يلا نشوف هنا بقى السلطه اخبارها ايه. حطينا خيار مقطع، وحطينا كمان، حطيتوا ايه قولوا لي؟ حطينا طماطم. حطينا طماطم وحطينا بصل. بصل مهم قوي البصل. والجرجير لا ما حطيناش جرجير، حبه حلوين، عايزين نحط اكتر. احنا متفقين يا جماعه ان السلطه كل ما الالوان بتاعتها زادت كل ما الفوائد بتاعتها زادت، وخاصه بقى سلطه الجرجير، لان الجرجير مهم جدا ومفيد جدا جدا للشعر وللضوافر وللجلد وللجسم وحاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب احنا لسه لا لا لا، انا اقول لكم هنعمل ايه بده. حطوا بس الجرجير، حطوا بقيه الجرجير، دي سلطه جرجير، حطوا كل الجرجير. ايه اللي لا؟ انت بتوفري لنا. انتوا عملتوا ايه هنا؟ حطينا عصير ايه؟ شويه ليمون مع شويه برتقال. ممكن نحط شويه برتقال كمان عشان يبقوا اكتر من ليمون، ايه رايكم؟ ماشي. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نحطه هنا. لا استنى استنى، امسك السكر انت يا استاذ ادم. نحط ايه مثلا؟ ثلاث معالق سكر كبار. يلا عملنا ايه هنا؟ لا ما بالك بس حطينا ايه بقى؟ قولي لنا حطيتي ايه؟ هقول انا المكونات. قولي المكونات. حطينا طماطم. طماطم. حطينا ايوه جرجير. جرجير وبصل وجزر. وبصل؟ لا مفيش جزر، ما حطيناش جزر. حطينا بصل وخيار وطماطم وجرجير اللي هو الصغير ده. ماشي استنى استنى، حطينا بقى الحاجات الحلوه دي. عايزه اقول لكم ان السلطه دي مفيده جدا جدا يا اولاد كمان عشان فيها اوميجا 3. ايه رايكم انتوا تقعدوا تقلبوا ده وانا اعمل الدريسنج؟ الدريسنج بقى بتاعنا، الدريسنج بقى بتاعنا. لا لا ما لا مش هنحط شويه شطه هنا، هنحطها في الدريسنج. الدريسنج بتاعنا ايه بقى؟ نركز مع بعض، نركز مع بعض. هنحط، بصي بقى، بصي يا استاذه رودي، هنحط ليمون. ليمون، برافو. ونحط كمان خل. خل، برافو. بنعمل الدريسنج بالصوص اللي هيتحط على السلطه. هنحط ايه كمان؟ ده ايه؟ هنحط دبس رمان. دبس رمان، ايوه. هاتي الدبس رمان ده كده، ايوه، حطي هنا. شكرا على المساعده الجميله دي. وفي كمان، حسبي حسبي حسبي، ايوه. مهم قوي بقى ناخد بالنا واحنا بنحط الحاجات ان احنا ما نوسخش الترابيزه، ولو وسخناها لازم ننضف بعدها. طبعا هننضف بعد ما نخلص، بس هنحط بقى شويه فلفل وشويه ملح اللي انت عايزه كنت تحطيهم عشان يدوا طعم حلو. طب احنا خلصنا، ماشي، وشويه شطه بس صغننين قوي عشان اطفال اللي ما بيحبوش الشطه، بس الشطه مفيده حبه صغيرين. وشويه ايه بقى؟ عارفين مين عارف ايه ده؟ أجي ده اسمه سماء. بيدي بقى طعم ما اقولكوش. نحط شويه سماء حلوين، اوكي. ونبتدي، ممكن معلقه يا رودينا، نبتدي نقلب الدريسنج ده كويس جدا. انتوا خلصتوا؟ ماشي. احنا هنحط ده بقى هنا، ونقوم حاطين ايه؟ استنى استنى ما تشغلش، لازم نتاكد انه
محطوط مكان. يلا ماشي. بس كفايه كده كفايه كده، احنا اوريدي ايه؟ احطه. لا لا لسه لسه. بس خلاص شكرا. العصير بتاعنا جاهز، تعالي بس ايه روقي معايا. روقي، مهم نروق. حطي كده ايه الكوبايات دي تحت كده عندنا. برافو. مهم قوي نروق يا ولاد. لازم نروق مكاننا. اه لازم نروق مكان. انتوا مين اصلا؟ مين بقى مثلا بيروح لتيتا تعمل له اكل حلو قوي مثلا؟ تيتا قبل كده بجد. طب استنوا عشان نسمع بعض. ريان بتحبي اكتر حاجه من اكل من ايد تيتا؟ لسان عصفور. لسان عصفور؟ وانا لسان عصفور. وانت يا استاذه رودينا؟ انا بحب جدو بيعملها حراقه. جدو؟ اه. وتيتا؟ انا خلصت يعني. تيتا بتعملها بردك حلو وحراقه. اوكي. وانت يا استاذ ادم بتحب ايه من تيتا؟ كيكه طبعا. الكيكه طبعا يا سيدي، على الكيكه بتاعت تيتا. وانت يا استاذ نور؟ برضه لسان عصفور. برضه لسان عصفور، ده واضح ان تيتا بتاعتكم بتعمل لسان عصفور خطير. طيب احنا هنا خلصنا الدريسنج بتاعنا. احنا خلصنا. ايوه استنى بقى استنى بقى نعمل السلطه. هنعمل كده. بصوا 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 هنعمل ايه الدريسنج بتاعنا كده اهو. احنا كان عندنا عين جمل يا ولاد صح؟ اه. راح فين؟ هاتوه عشان نزين بيه. احنا شكلنا ناكل. حطي بقى شويه كده عين جمل من فوق. ايوه كده. ماشي كده خلصت. ايوه ايوه. حطي حطي انت ليه بتخافي؟ حطي حبه حلوين. عين الجمل مفيد جدا، مكسرات مهمه جدا، بتدي طاقه. عشان هو كده هيتبل. واوميجا 3. طيب احنا لا مش هنقلبها. خلصنا كده السلطه هنا. انتوا خلصتوا العصير هنا؟ ايوه. يلا نصب العصير بتاعنا. كوبايه. يلا كوبايه اهي. نصب العصير كده. هيبقى طعمه حلو صح؟ هيبقى طعمه حلو، هندوقه حالا. انت اللي عامله يا استاذ نور، فاكيد هيبقى طعمه حلو. بس السؤال الاهم بقى، هتعملوه في البيت؟ ماما. اه. عرفتوا مش ماما اللي تعمله، انتوا اللي عرفتوا تعملوه ازاي؟ ايوه. وانتوا عرفتوا تعملوا السلطه دي ازاي؟ اه. ماشي. يعني هيجيبوا لنا برتقال. اه. وهيجيبوا وعصر حب وليمون وشويه سكر. بس موضوع سهل سهل جدا. ممكن نحط دي هنا دلوقتي اه وندوق بقى. دوق العصير اللي انتوا عملتوه. اتفضلوا كده. وانتوا دوقوا السلطه بتاعتكم. ممكن تجيبي معلقه. واحب اقول لكم ان احنا كده نبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا النهارده. وبما اننا بقى جبنا سيره تيتا ولسان عصفور بتاع تيتا وكيكه تيتا، تعالوا نغني اغنيه حلوه قوي 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 لتيتا. يلا بينا.